في أول أخبارنا، تستضيف دولة الإمارات في 8 من شهر مارس المقبل مؤتمر المرأة الإماراتية تميز وابتكار لعام 2016 برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات. وقال اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا أن المؤتمر سيقام في قصر الإمارات بتنظيم من وزارة الداخلية والاتحاد النسائي العام وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وذلك تزامنا مع الاحتفالات بيوم المرأة العالمي بهدف تسليط الضوء على ابتكارات المرأة الإماراتية. كما أكد سعادة اللواء خميس مطر المزين القائد العام لشرطة دبي على أهمية تعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية الذي يحرص على القيادة العامة لشرطة دبي على تفعيليته بالتعاون مع مختلف القطاعات العامة والخاصة. جاء ذلك خلال الجولة التفتيشية التي قام بها سعادته لمخفر شرطة الفقع ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة ومخافرها، وذلك من خلال تفعيل التوعية المرورية في المدارس والمزارع والشركات في منطقة الاختصاص، إضافة إلى تبسيط الإجراءات على المراجعين واختصار الزمن باستخدام التقنيات الحديثة للإسراع من إنجاز معاملاتهم وبذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات. نظم مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية محاضرة تثقيف قانوني لعدد من منتسبي قيادة قوات الأمن الخاصة بالفجيرة. وذكر الملازم أول سيف راشد من مكتب ثقافة احترام القانون أن المحاضرة تناولت تعزيز الثقافة القانونية لدى منتسبي الشرطة وحثهم على ضرورة تطوير القدرات القانونية لديهم من الناحية العملية، مما يمكنهم من اكتساب المهارات التي تساعدهم في أداء واجباتهم الوظيفية وشرح لمخالفات قواعد السلوك الشرطي وضرورة الالتزام بهذه القواعد في حياتهم العملية. أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة على أهمية مساهمة الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق الأهداف المنشودة من أجل خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين من خلال الارتقاء بالعمل الأمني وتقديم خدمة أمنية متميزة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في احتفالية تكريم الشركاء والفرق المتميزة لإدارة الشرطة المجتمعية في الإمارة في قاعة أماسي تحت شعار ما قصرتوا بحضور مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بشرطة رأس الخيمة، بالإضافة إلى ممثل الإدارات العامة الأمنية والشرطية على مستوى الدولة وممثل الشركات والجهات المدنية بالإمارة. وأشار سعادته إلى أهمية التكريم لتقدير جهود جميع العاملين والمتعاونين في العمل. مشاهدينا، كانت هذه أخبار وزارة الداخلية. الآن إلى ملف ساخنة، حيث هناك خطة محكمة أعادت من خلالها عصابة من المجرمين كافة السيناريوهات الممكنة لعملية سقط وقعت في وضح النهار، أين وكيف؟ هذا ما سنتابعه في ملف ساخن آخر مع ملفات الزميل أيمن مصبح. نجحت شرطة دبي بكشف غموض جريمة سطو من جديد لعصابة مكونة من 6 أشخاص سطت على محل للصرافة في منطقة الكرامة في بر دبي. أقدمت هذه العصابة بالهجوم المباغت لإحدى محال الصرافة بالمنطقة بواقع أشبه بفيلم يبحث عن نجاح جديد، ليقوموا بتهديد وضرب ضابط أمن يحرس المتواجدين في محل الصرافة وسط أحداث غير منطقية وبناء درامي مهترئ. وبالفعل تمكنت هذه المجموعة من سرقة ما مقداره 700,000 درهم إماراتي ولاذوا بالفرار. وليس الغريب في هذه الجريمة أنها تسببت بحالة من الرعب الشديد سيطرت على المنطقة وعلى محل الصرافة المستهدف بالسرقة. أبلغ العاملون في محل الصرافة عن الجريمة النكراء هذه بالاتصال بشرطة دبي، وعلى الفور شكل فريق أمني من إدارة التحريات والبحث الجنائي، وتمكن الفريق بالفعل في غضون سويعات معدودة من تلقي البلاغ من تحديد الأماكن التي يشتبه أن يتواجد بها الأشخاص الآخرون الذين كانوا يقيمون في أماكن مختلفة في إمارة دبي. وبعد مراقبتهم والتأكد من تواجدهم جميعا في الأماكن التي يقيمون فيها، تمت مداهمة مقرات سكنهم بتوقيت واحد في كمين محكم وإلقاء القبض على المتورطين بالسرقة وبحوزتهم المبلغ المسروق الذي استولوا عليه، والذي كان قد تم توزيعه بين الجنات لإخراجه من الدولة بطريقة غير مشروعة.
فهؤلاء الجناة لم يفلحوا لا بالسيناريو ولا بعملية إخراجه. فريق شرطة دبي الأمني قبض على جميع المتهمين وإفساد مخططهم في عملية الهروب بطريقة احترافية بعد توزيع المال المسروق والخروج بشكل انفرادي من مختلف منافذ الدولة، ولكن اليد الحديدية لرجال الشرطة أفسدت تلك المخططات الإجرامية لتوجه ضربة أخرى موجعة لتلك التنظيمات الإجرامية التي تفكر بالإقدام على أفعال شنيعة كهذه في المستقبل كخطة دخيلة على مجتمع يتمتع بالأمن والأمان. أيمن مصبح، قناة الظفرة.